الشرطة الموريتانية تعتقل عددا من النشطاء المشاركين في وقفة داخل مبنى وزارة التهذيب الوطني احتجاجا على ما اعتبره منظموها وضع عراقيل أمام مشاركة فريق مدرسة نسيب رقم 1 في مسابقة جيم المنظمة في العاصمة القطرية قبل أن يطلق سراحهم لاحقا. وقد فضت الشرطة الوقفة الاحتجاجية مستخدمة العصية لتفريق المحتجين. وكان عدد من الحقوقيين وبعض المواطنين قد احتجوا بالعاصمة نواكشوط تنديدا بما أسموه عراقيل وضعت أمام مشاركة فريق مدرسة نسيب رقم 1 لكرة القدم في مسابقة جيم التي تنظمها قناة الجزيرة للأطفال. واتهم المحتجون وزارة التهذيب ووكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة بالتحايل على مشاركة الفريق. حقيقة نحن جينا هنا معدين هذه الوقفة التضامنية اللي منضامنين فيها مع أخوتنا وزملائنا الشباب الرياضيين شباب مدرسة نسيبة اللي تم إقصائهم من قبل وزارة التهذيب بعد حصولهم على نتيجة تخول لهم بأنهم يا الله يسافروا شور قطر مشاركتهم في كأس الشباب. وهذه حقيقة بالنسبة لي يا الله الحكومة ترفضها لأن هذا الإقصاء وهذا التهميش. أهالي فريق مدرسة نسيب رقم 1 كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية قبل أيام طالبوا فيها بعدم عرقلة مشاركة الفريق في المسابقة. وكان بعض الحقوقيين قد صرح بأن عدم مشاركة الفريق جاءت نتيجة لأسباب إدارية وليست بدافع عنصري. فيما ذكرت مصادر أخرى أن عدم مشاركة الفريق تعود إلى تزوير أوراق بعض لاعبيه نظرا لزيادة أعمارهم عن الحد الذي يسمح بمشاركتهم في المسابقة. وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن القائمين على الملف بوزارة التهذيب الوطني حاولوا ابتزاز المشرفين القطريين على المسابقة من أجل الحصول على عائدات مادية وفق تلك المصادر.